هذه أبرز العناوين. رئيس الفيفا يشيد بالمنتخب المغربي أمام العالم بعد الانتصار التاريخي في الأولمبياد. المنتخب المغربي الأولمبي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة إسبانيا. تصريح غير متوقع من مدرب أمريكا بعد الهزيمة أمام المغرب. والمدافع المغربي نصير مزراوي يحسم في رحيله إلى هذا الفريق الأوروبي. هنأ السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المنتخب المغربي الأولمبي عقب تأهله إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم بعد انتصاره برباعية نظيفة على نظيره الأمريكي في ربع نهائي المسابقة. وقال إنفانتينو في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام: لقد كان من دواعي سروري حضور مباراة ربع نهائي بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال بين المغرب والولايات المتحدة في حديقة الأمراء بباريس. وأضاف إنفانتينو تصريحاته قائلا: أهنئ المنتخب المغربي على فوزه الكبير، وأهنئ أيضا المنتخب الأمريكي على لعبه الرائع طوال المسابقة. لقد ساهمتم جميعا في إظهار أن كرة القدم توحد العالم مرة أخرى. وسيلاقي المنتخب المغربي نظيره الإسباني في دور نصف النهائي يوم الاثنين القادم في مباراة سيحتضنها ملعب فيليودروم الخاص بنادي أولمبيك مارسيليا على الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب. تلقى المنتخب الوطني الأولمبي ضربة موجعة بعد بلوغه نصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد باريس عقب الفوز الساحق على الولايات المتحدة الأمريكية في ربع النهائي. ولن يكون المدرب طارق سكيسوي المدير الفني للمنتخب المغربي الأولمبي قادرا على الاعتماد على خدمات صانع ألعاب أسود الأطلس بلال الخنوس في مباراة نصف النهائي ضد إسبانيا. وفشل بلال الخنوس متوسط ميدان المنتخب المغربي في تفادي الحصول على بطاقة صفراء وتلقى إنذارا في الدقيقة 57 وهو الثاني له ليؤكد غيابه عن مواجهة المقابلة في نصف النهائي. وكان بلال الخنوس قد تلقى البطاقة الصفراء الأولى في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس خلال مباراة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات في الدقيقة 48. ويعد بلال الخنوس أحد الركائز الأساسية داخل المنتخب المغربي الأولمبي في الدورة الحالية من الأولمبياد، حيث شارك أساسيا في مباريات أسود الأطلس حتى الآن في 8 مباريات كأساسي ولم يسجل أي هدف، ولكن صنع هدفين أمام الأرجنتين في الجولة الأولى وضد أمريكا في الربع النهائي. أكد السربي ماركو ميتروفيتش مدرب المنتخب الأمريكي تحت 23 سنة أن خوض المباراة ضد المنتخب المغربي يعد تجربة رائعة للاعبيها الشباب وستفيدهم في المستقبل. وقال ميتروفيتش بعد الخسارة ضد المغرب بأربعة أهداف دون رد في ربع نهائي الألعاب الأولمبية: إذا كان هذا يمكن أن يكون بمثابة مرجع للمستقبل، ف
فأنا أود ذلك، لأنه كلما لعبنا مباريات مثل هذه كلما كانت تجربة أفضل بالنسبة لنا. وأضاف مدرب المنتخب الأمريكي الأولمبي تصريحاته بالقول: نعلم أن كأس العالم هي البطولة الأهم، والألعاب الأولمبية هي الحدث الأكبر الذي ابتكرته البشرية، لذلك فمجرد أن تشارك في الأولمبياد فإنه يتم تسليط الضوء عليك. الآن أشعر أن اللاعبين سيكونون أكثر استعدادا لما هو قادم. أتمنى أن نلعب كل 4 سنوات في ربع نهائي الألعاب الأولمبية، لأننا سنحظى حينها بفرص أكبر للتقدم والفوز بالميداليات وغزو العالم في المستقبل. كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يسعى جاهدا لضم اللاعبين ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي من نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن إدارة مانشستر يونايتد تتواصل حاليا مع رافائيلا بيمينتا وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرليك هالاند، والتي تمثل أيضا اللاعب دي ليخت ومزراوي، من أجل حسم الصفقتين. وأشار رومانو إلى أن اللاعبين دي ليخت ونصير مزراوي قد اتفقا مبدئيا على الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات، وأن صفقة انتقال مزراوي ستتم بعد الاستغناء عن اللاعب آرون وان بيساكا. كما أكد رومانو أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب المغربي نصير مزراوي نظرا لقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى مركزه الأساسي كظهير أيمن. وبهذا يبدو أن مانشستر يونايتد يسعى لتدعيم خط دفاعه بصفقتين قويتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.